بحيرة هي الأغرب والأكبر بالعالم، مكونة من رواسب طبيعية، لهيك تسمى بحيرة الأسفلت. بتغطي البحيرة أكثر من 40 هكتار، ويمكن يصل عمقها لحوالي 76 متر، وبتحتوي على كائنات غريبة بمياهها. مثل أنا شفت كيف عم يكون الطقس، عم يكون في انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصير أدنى معدلاتها بحوالي 3 إلى 5 درجات مئوية، والجو غائم جزئيا بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطول أمطار بالمناطق الساحلية والشمالية الغربية وأساديمي بالمناطق الشرقية والبادية والجزيرة. أما ليلا عم يكون الجو بارد على المرتفعات الجبلية، وما إلا البرودة كمان بالمناطق الداخلية. رياح غيبية معتدلة عم بتنشط أحيانا وتوصل سرعة 55 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة عم تروح بين 30 و80%، والبحر خفيف لمتوسط ارتفاع الموج، ودرجة حرارة الماء 27 درجة. من تالي طقس العاصمة دمشق المكفي غائم جزئيا، وعم تتراوح بين 14 و28 درجة. رح ننتقل على المحافظات السورية، ورح نبدأ من المنطقة الجنوبية من سويدا. عم يكون طقس مشمس بسويدا وعم تسجل عليها 25 درجة، أما بدرعا عم يكون طقس غائم جزئيا وعم تتراوح بين 15 و27 درجة، وبالقنيطرة عم تسجل فيها العليا 24 درجة. رح ننتقل على المنطقة الوسطى على حمص وحما. بحمص عم تسجل عليها 26 درجة، وعم يكون طقس كمان غائم جزئيا، أما بحما عم تتراوح بين 17 و27 درجة. بالمنطقة الساحلية عم يكون طقس بين الصحور غائم جزئيا، بطرطوس وعم تسجل عليها 26 درجة، أما باللاذقية عم تروح بين 20 و26، وبلواء اسكندر عم يكون طقس ماطر وعم تسجل عليها 23 درجة. رح ننتقل على المنطقة الشمالية، على إدلب عم يكون طقس بين الصحور غائم جزئيا وعم تسجل عليها 27 درجة، أما بحلب عم تتراوح بين 17 و28 درجة. أخيرا رح نروح على المنطقة الشرقية على الرقة، يلي عم تتراوح فيها درجات الحرارة بين 19 و30 درجة، وعم يكون طقس سديمي، أما بالحسكة بيكون طقس مشمس وعم تسجل عليها 31 درجة. أخيرا بدير الزور عم تتراوح فيها درجات الحرارة بين 23 و32 درجة. أخبار الطقس اليوم خلصت، لقوني بكرة صبح بخير.